إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. لفتت الفنانة اللبنانية إيمان الأنظار بإطلالاتها الأخيرة خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 38. ده يعتبر أحدث ظهور ليها. وأشارت تعليقات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى محافظة إيمان على جمالها وعدم تغير ملامحها بتاتا. فاكرين هنا لما كانت مع عادل إمام ما تغيرتش، هي نفس الصورة الجميلة. وفي يونيو 2016 شاركت الفنانة إيمان ساركيسيان عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في حفل افتتاح خيمة ليالينا بفندق سوفيتيل الجزيرة، وقد كانت تعليقات معظم الحضور عن شكل إيمان الذي لم يتغير كثيرا ولم يترك الزمن علاماته عليه، بل أنها بدت أصغر سنا على الأقل ب20 عاما، وهو ما دفع بعض الحضور لسؤالها عن السر. وإن كانت قد أجرت عمليات تجميل أو لا، فكانت إجابتها بالنفي وأنها لم تجري أي عمليات تجميل، وأن الرياضة والأكل الصحي هو السر وراء الشباب الدائم. الوصفة هي الأكل والشراب الصحي والرياضة، لا تخنت ولا رفعت ولا وشها فيه تجاعيد ولا حاجة. إيمان مولودة 1 يناير 1945، ممثلة لبنانية ظهرت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في مصر ولبنان، يعني حوالي 74 سنة. تخرجت من كلية الصيدلة بالجامعة الأمريكية في بيروت. تزوجت إيمان عام 1960 من الدبلوماسي اللبناني ماكس شاريلو، وهو قنصل شرف الإكوادور في مدينة ميونخ، وأنجبت منه هيلا وماكس وليلى. وتجيد عدة لغات، فهي تتحدث بجانب اللغة العربية الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والأرمينية. مثلت باللغة الفرنسية واللغة الأرمينية قبل أن تتجه للتمثيل باللغة العربية باللهجة اللبنانية والمصرية، حيث شاركت في عدد من الأعمال المسرحية العالمية لشكسبير ومولير على مسرح بعلبك. وبدأت العمل في المسرح بعد أن اكتشفها الفنان شكيب خوري، واتجهت لعالم التمثيل في مصر، وتم إعطائها اسم إيمان بدلا من اسمها الحقيقي. هما اللبنانيات شاطرين طبعا، تتحدثي 5 لغات. بدايتها الفنية كانت في 5 من عمرها عندما اشتركت مع الجمعية الأرمينية في بيروت في حفل غنت ومثلت فيه باللغة الأرمينية، حيث أنها تجيد عدة لغات. ثم اشتركت في فيلم الحب الكبير مع فاتن حمامة وفريد الأطرش من إخراج هنري بركات، ثم قدمت فيلم الصعود للهوية مع مديحة كامل وجميل راتب ومحمود ياسين إخراج كمال الشيخ، وهو الفيلم الذي بدأت شهرتها من خلاله. وكان المخرج كمال الشيخ هو الذي اختارها لتأدية دور مدام مارسيل الفرنسي. ثم قدمت عدد من الأفلام، منها أمهات في المنفى ولا شاف من ولا مندري مع عادل إمام، وقدمت أيضا أفلام شعبان تحت الصفر والستات من إخراج مدحت السباعي مع محمود ياسين. هنا مع عادل إمام كان في شبابه. طبعا عادل إمام شكله اتغير دلوقتي، هي مازالت نفس الصورة والجمال. أيضا هالة صدقي وفيفي عبده والقاتلة مع فيفي عبده من إخراج جناس الدغيدي، وفيلم نداء الدم إخراج مدحت السباعي مع سمير صبري، وفيلم الشريدة مع نجلاء فتحي من إخراج أشرف فهمي، والخطأ مع محمود ياسين وناهد شريف، والرغبة مع نور الشريف ومديحة كامل. وكانت أول بطولة سينمائية مطلقة لها في فيلم عندما تغيب الزوجات مع دريد لحام.
هنا لقطات من أفلامها، أفلام الزمن الجميل مع جميل راتب الله يرحمه. درست إيمان التمثيل المسرحي في الجامعة الأمريكية في بيروت، واشتركت في العديد من الأعمال المسرحية العالمية لشكسبير ومولير. وبالمسرح قدمت مسرحيات بياعين الهوى ومحدش يقدر عليهم، وبالنسبة للتلفزيون فقد عملت في مسلسل الثعلب مع نور الشريف، كما عملت بمسلسل هروب من المآزق مع يحيى الفخراني، ومسلسل زيزينيا الجزء الأول مع يحيى الفخراني وعصار الحكيم، ومسلسلات هوانم جاردن سيتي. شاركت عمالقة السينما المصرية في أفلامهم، ما مع جميل راتب، عمر الحريري، ومواطن بدرجة وزير مع حسين فهمي، ومسلسل قاتل بلا أجر مع حسين فهمي وفاروق الفيشاوي، والعمة نور مع نبيلة عبيد. رحلة طويلة من العمل في السينما والمسرح والتلفزيون هنا مع عادل إمام. دي صور ليها متفرقة، لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، وشكرا لكم.